السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي اليوم في هذا الفيديو جبت لكم واحد الوصفة زوينة كنت من أنكم تشربوها وهي تستاهل التجربة اليوم جبت لكم البغرير معمر كيجي كيجي زوين بمقادير بسيطة نخليكم مع المقادير والطريقة نبدو على بركة الله عندنا جوج كيسان ديال الفورس عندنا كاس ديال السميدة شوية دي الملحة وخمارة وشوية الخميرة المعجونة تقريبا معلقة صغيرة ودائما الخميرة كتبقى على حساب الجو ولا الحال بارد ممكن تزيدو شوية كان الحال سخون اكتفيو غير بمعلقة صغيرة نبداو على بركة الله غناخدو هادوك المقادير كاملين غنطحنوهم مع بعضهم نخلطوهم والماء دافي ضروري كل ما دافي اللي غنجمعو به العجينه وراكم عارف العجينه ديال البغرير دائما دي كتكون مرخوفه رطبه اه وكنطحنوها مزيان بالخلاط الكهربائي دابا غنبدا نجمع دوك العناصر نزيدهم على الماء وغادي نطحنهم انا كيبان لي هاد الاناء ما ما يطحنش ليا صغير غادي نحولهم الاناء واحد اخر يمكن انا نحركهم ونشوف ديك الساعه الا ليا كاين البلاصه فين طحن نطحنهم لكن ما عامر بزاف غنحولهم لاناء واحد اخر ونتلاقاو ديك الساعه من بعد باش نشوفو تشوفو نكملو الوصفه ديالنا هي من الاحسن الحاجه اللي غنطحنوها في شي حاجه اللي تكون واسعه باش ما باش ما تضيعش لينا ما تبقاش الدار مع الشنب ودابا بعد ما بدلت هذاك الاناء غنزيد عليه العناصر اللي عندنا نزيدو هذيك الخماره والملحه والخميره المعجونه ونضربوهم مزيان حتى نحسو بهذاك العناصر كاملين جانسو مع بعضهم ولا بالينا بلي انهم باقين خاطرين غنزيدو عليهم الماء حتى غنحصلو على القوام اللي ديال البغرير اللي كنستعملوه البغرير تكون العجينه شويه مرخوفه ماشي عجينه ثقيله ومن بعد غادي نغطيوها ونخليوها ترتاح واحد عشرة دقائق وعاد غادي نبداو نطيبوها وهي ملي غادي تكون كترتاح حنا غندوزو نوجدو الحشوه دائما الحشوه كتبقى اختياريه على حساب كل واحد شنو بغى يعمرهم باش ما بغى يعمرهم انا في هذا الفيديو ان شاء الله غنوريكم جوج الحشوات وانتم كيبقى لكم الاختيار بعد بعد ما خلينا العجينه ديالنا كتخمر دابا دزنا الحشوه انا خديت بصله ما قطعتها قطع رقيقه وفلفله حتى هي قطعتها قطع رقيقه غنزيدو عليها الملحه نزيدو عليها شويه د غنزيد عليهم شويه ديال الزيت ديال الحوت هو غينسمها وعاد نزيد عليهم شويه ديال الزيت يكمل ليهم لا نشحرهم به هاد زيت الحوت غتعطيهم واحد النسمه زوينه ومن بعد غادي يتشحروا فوق البوطه وملي غيطيبوا غادي نزيد عليهم الطون وهما ملي غيكونوا كيتشحروا عندنا حنا نكونوا كنطيبوا البغرير حداهم باش ملي غيطيبوا مباشره هذاك البغرير خصو يكون باقي شويه سخون نبداو نعمروه ونسدوه حيت لخلينا حتى برد ما كيعطيناش نتيجه زوينه هانتوما دابا البغرير ها هو بدا كيطيب بدينا كنطيبوه بعد مد ما دازت هذيك 10 دقائق وخمر لينا ما تديوش على ديك البغريره دائما دي البغريره الاولى ما كتجيش زوينه وعندنا الحشوه راه باقا كتوجد ومن بعد ملي عنده ملي غطيب الحشوه وغندير واحد الكميه غنبداو نعمرو كيف ما معايا نتوما بعد ما زدت عليها الطون وممكن تزيدوا عليها الزيتون كيجي زوين معاها انا دابا ما عنديش الزيتون اكتفيت بالمقادير اللي عندي في الدار راكم عارفين بما اننا دابا في المده ديال الحجر الصحي كنكتفيو غير باللي عندنا كنحاولوا نقضيو بالموجود أه ما نحاولوش نبقاو أه خارجين داخلين هذاك الشيء علاش الواحد يكتفي بهذاك الشيء اللي عنده ويديباني به بيه علاش لا لا ما الزيتون ماشي ضروري المهم هي حتى لزتو فيها الزيتون كتجي زوينه ما كنحاولوا ما نعمروهاش بزاف باش الجناب ما تقيسهمش الحشوه خصهم يبقاو خاويين باش كنضغطوا عليهم بحال هكاك مع بعضهم وهما كيتلصقوا غير مع بعضهم نتوما شفتوا الشكل ديالها كيجي زوين ومن بعد غادي ندوزو نعمر واحد اخر عند كان باقا كنطيب وكنعمر في نفس الوقت تقريبا طيبت سته الاولين وبديت كنعمر وعاد خليت الاخرين كي طيبوا حدايا كنبقاو نقابله هكا, هكا كان كنحاول نوزعو هذيك الحشوه على الجناب ديال البغريره وكنبقاو نضغطو الطريقه راه باينه سهله وحتى المذاق ديالهم كيجي زوين كنتمنى الله ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم ها نتوما هذا هو الشكل ديال الحشوه الاولى وان شاء الله غادي ندوزو ندير واحد شويه نعمر هادو شويه وغادي ندوزو نديرو الحشوه الثانيه اللي كتبقى حتى هي اختياريه ممكن تبدلوها باش ما بغيتو كيبقاو غير افكار دابا انتو غنبداو الحشوه الثانيه ان شاء الله كناخدو الجبن غادي ندير شويه انا في هذيك الطاسه وغادي نزيد عليه شويه الزعتر بلا ما نخلطوه كامل في الطاسه ديالو غنديروا غير الكميه اللي غنحتاجوها وغنزيد عليها شويه الزعتر وممكن حتى تزيدوا عليها شويه الثومه يابسه اولا تزيدوا عليها الزيتون اسود ولا الزيتون اخضر كيبقاو حتى هما تيجيو تعطيو مذاق زوين يعني كيف ما قلت لكم في الاول هاد الساعه ما حضرش ليا الزيتون ما عنديش انني يعني اكتفيت غير بالجبن والزعتر وما درتش الثومه حيت الوليدات صغار عندي انا ما كيبغوش ليا الثومه ماشي علاش ما درتهاش اما هي كتعطي مذاق زوين مشيت كملت هادوك اللي باقين عندي كيطيبوا مشيت حيدتها من حيت وحده من المقله باش ما تحرقش ودابا نبداو نعمروهم بالجبن كنحاولوا ندهنوهم حتى هما وما نوصلوش للجناب باش ما ي... وصلنا للجناب ما غتبغيش تسد لينا كنحاولوا نخلو الجناب ناشفين باش نضغطوا عليهم مع بعضياتهم كيتسدوا حتى هي كيجي الشكل ديالها كيف حال الاخرى كيجيو زوينين ومن بعد ملي غادي نكملوا هذه الكميه اللي عندنا كامله غادي الا بغيتو توجدوهم بكري وتخلوهم حتى يقرب الفطور وديك الساعه عاد عليهم شويه الفرماج من الفوق ودخلوهم للفران وعاد ولاو قدموهم تيتقدمو سخان وكيكون حتى البغرير تيقصاح كيجي زوين بغيتو توجدوهم كيف ما قلت لكم في الصباح وملي تقرب المغرب عاد تزيدو عليهم الفرماج ودخلوهم الفران كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا هذيك الكميه اللي عندنا كامله وان شاء الله ملي غنساليو هاد الطبق ديال الفطور غادي ندوزو نوجدو طبق ديال العشاء بغيت اليوم نبارطاجي معكم هاد النهار هاد الروتين ديال هاد النهار شنو درت فيه هي شتو كيف غير بضغطات خفافين كيتسدو حتى لبنت لكم شي وحده عاودت تحلت من شي بلايصه كنعاودو نضغطو عليها وكتسد ما كي يعني ما كاينش شي اشكال دابا بعد ما خليناهم في الجنب وقربت دابا المغرب غادي ندوزو نستفوهم في طاوه اللي ندخلوها للفران وغنديرو عليهم كيف ما قلت لكم شويه الفرماج محكوك وغندخلوها للفران ومن بعد نخليهم حتى يذوب هذاك الفرماج واحد ربع دقائق تقريبا هكاك في الفران غادي نقدموهم بصحه وراحه وحتى لك دايرة ليهم حشوه حلوه كيجو زوينين ومن بعد ملي تخرجوهم من الفران ديك الساعه تسقيوهم بالعسل دابا درت لهم غير الفرماج حيت عندهم في حيت دايره لهم حشوه مالحه اما حتى بالحشوه الحلوه كيجو زوينين كنتمنى من الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كيف ما تنقول لكم دائما ما تبخلوش لينا بلي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم أه تشجيعا لنا كنبقاو نديرو عليهم الفرماج شويه بشوي كنحاولو نثبتوه الفوق باش ما يطيحش لينا غير في الطاوه كما نحطو غير بشوي بشوي حتى كنثبتوه عليهم هو ملي غيدخل للفران كيلصق عليهم صافي ملي كيذوب ياخذ بلاصتو كنبقاو مستمرين هكا بشوي حتى كنكملو هذيك الكميه اللي عندنا كامله ومن بعد ان شاء الله ملي نخرجهم من الفران غادي نشوفو الشكل النهائي ديالهم وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وهذا هو الشكل النهائي انتما هذو اللي فيهم جبن وهادو اللي فيهم الحشوه ديال الطون كنتمنى انو ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم هو المذاق ديالهم كيجي غزال كيجو كيجي البغرير منسم دوز راسه فيه واحد المذاق ديال الحشوه ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للعشاء كناخذوا الدجاج عندي دجاجه بعد ما نظفتها غسلتها درت لها الملحه الحامض قطعتها قطع رقيقه كنحاول كيعجبني انا الدجاج يتقطع قطع رقيقه باش كيجي كامل شارب العطريه شتو قطع غير صغيره ومن بعد غادي ندوزو نبداو على بركه الله انا غادي نقطع هذه البصيله اللي عجبني الشكل ديالها الشكل <applause> ديالها سبحان الله زوين جاية نابت على ثلاثة الريوس في راس واحد غادي نقطع ديك البصلة وغادي نقطع مع واحد جوج فصوصة ديال الثوم غادي نديرها دابا في الكوكوط وملي غتشحر مزيان وغنبغي نسد عليها غنزيد هاد بصلة واحدة اخرى غادي نزيد عليها الحامض والربيع ومن بعد غادي نزيدو التوابل غنزيدو شويه الزيت انا عندي زيت العود وزيت الروميه مخلطين ونتوما تبقى لكم الاختيار بغيتو ديروهم بجوجهم مخلطين بحال هكا بغيتو ديروا غير زيت البلديه ولا النباتيه تبقى لكم الاختيار ومن بعد غادي نبداو نديروا العطريه غنبداو بسكينجبير، أه والعطريه ديال الدجاج عاديه ما غنزيدو عليها حتى شي اضافه كنزيدو كنديرو السكينجبير والخرقوم الملحه والبزار وغادي نزيدو واحد شويه ديال الوريقات سيدنا موسى ومن بعد غادي نديروها فوق البوطه تشحر مزيان وملي غادي تشحر كيف ما قلت لكم غنزيدو عليها هذيك البصيله واحده اخرى مقطعه وغنسدو عليها ونمرقوها ونسدو عليها ونخلوها حتى كطيب ومن بعد غادي ناخذ هذاك الدجاج نديروه في مول شفتوا المريقه جات غير شويه مدغمره ناخذوا داك الدجاج لا بغيتوا تقدموه بحال هكاك بغيتوا دوزو شويه في الفران كيبقى لكم الاختيار ناخذ انا كامل وغادي ندير عليه شويه ديال صلصه الصوجة كتعطيه واحد اللون زوين من بعد ما ندخلو الفران كيبقى لكم كيف ما قلت لكم لا بغيتوا ديروه بصلصه الصوجة بغيتوا ديروه بشويه السمن مع شوية سمن تخلطوه مع شوية تحميرة أو ديرو شوية الموطارد مع صلصة الصوجة كيبقى دائما الاختيار اللي يكون باش مبغيتو دهنوه قبل ما تدخلوه الفران كي كنبدلو ليه غير داك اللون ديالو وصلصة الصوجة كتعطي حتى هي واحد النسمة زوينة ومن بعد ما غنخرجوه من الفران غادي نقدموه غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو كنتمنى ان هاد الاطباق ينالوا الاعجاب ديالكم كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وعشركم مبروكه و تكملوا اللي باقي على خير وبخير والله يرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله نتلاقاو بالاحباب ديالنا وبالاهل ديالنا دابا دي ولا كل واحد في ظهره سد ليه <applause> كان هنا غير بالشيت هذاك الصلصه كنحاولوا باش نقيصوا هذوك الاطراف كاملين الا بقات لكم شي شويه ممكن تصبوها عليها ومن بعد ملي نخرجوها من الفران وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو كنزيدوا عليه شويه الزيتون وكنقدموه بالصحه والراحه وكيبقى لكم الاختيار دائما ديال التزيين وهذا هو الشكل النهائي ديالو كنتمنى من الله الطبق ينال الاعجاب ديالكم وكيف ما تنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تشجعوني دائما ونزيد القدام وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير